الصلاة والسلام على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هجم السرور علي حتى أنه من كثر ما قد سرني أبكاني. فرصة سعيدة ومباركة أن نلتقي بهذه الوجوه التي نسأل الله بهداه أن ينضرها، وهذه الصدور التي نسأله بكتابه أن ينورها، وهذه القلوب التي نسأله بآياته أن يطمئنها، ونسأله كما جمعنا في الدنيا تحت ظلال طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه تعالى هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. لقاؤنا بكم شيء عظيم وشيء جليل يعجز اللسان عن وصفه، فالمرء لو أوتي فصاحة حسان أو خطابة سحبان أو خط لقمان ليعبر عن روعته وجلاله وسنائه وبهائه لما استطاع إلى ذلك سبيلا، وكيف لا وأنتم واجهة الفخر والعزة لهذه الأمة التي لا عز لها إلا في أن تقف بكل شموخ وبذوخ ورسوخ وسمو وسموق معتزة بهويتها وذاتها أمام كل من يريد أن يخضعها أو يذلها لذاته وملذاته وسلطانه وأهوائه. فأنتم مرابطون على هذا الثغر العظيم، وقد شاءت عناية الله تعالى أن تنقلنا إليكم لنلتقي بكم ولنستمع لهذه الأصوات الندية والحناجر الزكية التي أبت إلا أن تتزين بكتاب ربها تبارك وتعالى، شاكرين لجمعية دار القرآن أنها بهذا السبيل العظيم تطرق باب النصر والفتح الأعظم بالعناية بكتاب الله تبارك وتعالى. نطرق باب النصر الأعظم لأن أمتنا عندما نتصفح تاريخها الغابر وسيل عزها الهادر نجد أنها لما استمسكت بعروة هذا الكتاب العظيم شرقت وغربت وأشأمت وأيمنت وأعمنت وأنجدت، وما وقفت في وجهها الحدود ولا السدود، فأذنت في السند والهند وأدغال أفريقيا وصحراء سيبيريا. نحن الذين استيقظت بأذانهم دنيا الخليقة من تهاوين الكرى، من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصارا. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقدح نارا، كنا نقدم للإله نحورنا لم نخش يوما طاغيا جبارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارا، لو كان غير المسلمين لصاغها حليا وحاز الكنز والدينارا. بهذا السبيل بالاستمساك بكتاب الله صارت هذه الأمة لها هيبتها وعزتها وأنفتها ومنعتها. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا أهل قرآن، فهذا الإمام علي في خطبته الشهيرة يصفهم بقوله فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشوهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، نزلت أنفسهم في البلاء كالذي نزلت في الرخاء، لولا الأجل الذي كتب الله لهم ما استقرت أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب، إلى أن قال أما الليل فحانون ركبهم.
تالين لكتاب ربهم يجربون به نفوسهم ويستثيرون به دواء دائهم، فإذا مر أحدهم بآية فيها تشويق ركن إليها طمعا تطلعت إليها نفسه شوقا، وإذا مر بآية فيها تخويف شهق شهقة وكأن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. وكذلك بعد ذلك في القرن الثاني الهجري يقف أبو حمزة المختار بن عوف ليصف رضوان الله عليه، يصف هذا الوصف عينا أصحابه القادة السراه، وهو يقول: نعم شباب والله مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الحرام أعينهم، بطيئة عن الباطل أرجلهم، لقد نظر الله إليهم في جوف الليل منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن. إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقا إليها، وإذا مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة وكأن زفير جهنم في أذنيه. وعندما انتصر المسلمون على الفرس ومني الفرس بالهزائم المتوالية المتتالية من قبل المسلمين واستنجدوا بملك الصين، استفصل واستفسر عن أوصاف هؤلاء المسلمين الذين انتصروا عليهم وهم الفرس، قال: أخبروني عن عددهم، أهم أكثر منكم عددا أم أقل؟ قال: بل أقل. هل هم أكثر منكم عدة أم أقل؟ قالوا: بل أقل. قال: أخبروني عن أحوالهم. قال: أما الليل فرهبان، وأما النهار ففرسان، يريشون النبل ويرونها ويثقفون القنا، لو حدثت جليسك حديثا ما سمعه عنك لما علا من أصواتهم بالقرآن والذكر. الفاتحون الذين جروا في الدنيا كالبحر الطهور خرجوا إلى الدنيا هذه وأجوافهم معبأة بكتاب ربهم، ولذلك نصرهم الله وأعلى رايتهم. فقل لذلك أقول هذه الجمعية المباركة عندما نهجت هذا النهج الأقعس الأقدس الأنفس فإنها تكون بذلك قد ولجت إلى بوابة النصر العليا، ولن يذل قوم انتصروا بكتاب الله، لن يذل قوم إطلاقا انتصروا بكتاب الله سبحانه وتعالى. وأود أن أنعطف بعد ذلك إلى أمر لا بد منه، وهو أن الكتاب حرفا ولفظا وصوتا قد صين منذ أن نزل به جبريل إلى هذا الوقت، صانه الله: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. بيد أن الذي انخرم وانثلم وانهشم وانهدم وانصلم هو العمل بكتاب الله. لذلك أوصي نفسي وأوصي الكرام الحافظين أن يجسدوا كتاب الله في أقوالهم وأحوالهم وأفعالهم، فإن شرفهم وعزتهم في أن يتخلقوا بأخلاق القرآن، لا أن يكون القرآن في أفواههم وحناجرهم. لا، الخوارج لما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وهم الخوارج، قال: يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن لكن لا يجاوز حناجرهم، قرآنهم في حناجرهم. الحجاج بن يوسف رحمة الله على غيره ثقفي كان من أكثر الناس وأشدهم اجتهادا في قراءة القرآن. الحجاج بن يوسف سفاح الأمة الإسلامية كان يختم القرآن كل 7 أيام قبل أن يقسم القرآن تقسيم أي بكر بن أبي عياش إلى 30 جزء، كان الحجاج يختم القرآن كل 7 أيام. لكن ما منع الحجاج ما قرأه من كتاب الله عن أن يكون السفاح الأعظم في وقته.
الله عز وجل يقول لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر أي شرف وصيت ورفعة. فعلينا أن نكون من أهله بتجسيده والتخلق به. صاحب القرآن عليه أن يعرف بليله إذا انفجع الناس، وبذكره إذا لغى الناس، وبسمته إذا تذبذب الناس، وبرؤيته الواضحة إذا اشتبهت رؤى الناس، وبميزانه الذي لا يحيد ولا يميد إذا اعتلت أو اختلت الموازين. لا يليق بصاحب القرآن إلا أن يكون إن نظر فبعين قرآنية، وإن سمع فبأذن قرآنية، وإن نطق فبلسان قرآني، وإن بطش فبيد قرآنية، وإن فكر فبعقل قرآني، وإن تنفس فبرئة قرآنية، وإذا مشى فبرجل قرآنية. كذلك ينبغي أن يكون صاحب القرآن، كذلك ينبغي أن يكون صاحب القرآن مجسدا له ليكون شاهدا شفيعا له يوم القيامة. أسأل الله لي ولكم الفتح دائما، والتيسير دائما، والتوفيق دائما، والنصر والعز والظفر دائما. ونسأله كما جمعنا بكم في الدنيا تحت ظلال طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته ومستقر رحمته. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.